ثلاثة القابضون على السلطة شركة الهند الشرقية الجد الأعلى للعولمة. العولمة بدأت إمتى؟ طبعا مليون إجابة على هذا السؤال، إنما ممكن ناخد من هذا الكتاب للمؤلفة سوزان جورج، هو كتاب مهم ترجمة إلى اللغة العربية بعنوان القابضون على السلطة، مش ترجمة حرفية إنما الترجمة بتشير إلى الشركات اللي هي العابرة للحدود اللي هي قدرت تتحول إلى مؤسسات سلطة وحكم. ببساطة سنة 1600 كانت الملكة اليزابيث الأولى هي اللي بتحكم بريطانيا، راح لها بعض التجار، تجار لندن، وقالوا لها إن احنا عايزين نعمل شركة تتاجر مع جزر الهند الشرقية أو تتاجر ما وراء البحار أو تتاجر مع منطقة جنوب شرق آسيا. الملكة اليزابيث وافقت واتعملت الشركة، وكان اسمها شركة تجار لندن، بعد كده شركة جون، لكن في النهاية بقى اسمها شركة الهند الشرقية. شركة الهند الشرقية هي أول شركة عابرة للقارات، أول شركة عابرة للحدود، أول شركة عالمية بتشتغل في أكتر من دولة وأكتر من قارة. شركة الهند الشرقية هي الجناح الاقتصادي للإمبريالية البريطانية، الاستعمار البريطاني، والجيش كان بيدعمها، الجيش البريطاني، الساسة بيدعموها، فكانت هي أداة بريطانيا في استنزاف موارد الشعوب في دول كتيرة حول العالم. بعدها الفرنسويين عملوا شركة بنفس الاسم، شركة الهند الشرقية الفرنسية، وبعدين الهولنديين شركة الهند الشرقية الهولندية، وبعدين البلجيك شركة الهند الشرقية البلجيكية، ثم البرتغالية، ثم السويدية، وهكذا. فشركة الهند الشرقية البريطانية ثم شركات الهند الشرقية الأوروبية عموما، ده كان الجناح الاقتصادي للاستعمار. فالشركة دي نهبت شعوب كتيرة جدا، وبهدلت أمم كتيرة جدا، وسابت ملايين الناس في الفقر في آسيا وفي غير آسيا بعد كده، نتيجة ان الاستعمار انتبه ان لازم يكون عنده شركات كبرى عابرة للبحار والمحيطات ومتجاوزة للحدود من اجل استنزاف موارد هذه الدول. هذا جانب من الكتاب المهم لسوزان جورج، القابضون على السلطة.